بهذه الهتافات الغاضبة انطلقت حناجر هؤلاء الشبان من مسلمي الروهينجيا في ميانمار، والذين لجأوا إلى ماليزيا هربا مما يتعرضون له من أعمال عنف في بلادهم. فبعد أن صعدت ماليزيا احتجاجها على قمع المسلمين الروهينجيا في ميانمار ووصفت أعمال العنف التي يتعرضون لها بالتطهير العرقي، انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور مسيرة تضامن مع مسلمي ميانمار يتصدرها رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق. ودعا عبد الرزاق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل وإنقاذ الأقلية المسلمة في ذلك البلد. على منظمة التعاون الإسلامي التصرف، لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه الإبادة الجماعية. عبد الرزاق أكد أن هذه المسيرة الاحتجاجية تبعث برسالة قوية إلى زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي وحكومتها، وتعهد بالاستمرار بالدفاع عن حقوق أقلية الروهينجيا المسلمة، داعيا ميانمار إلى الوقف الفوري للممارسات القمعية بحقهم في ولاية راخين. نريد أن نقول لأونج سان سو تشي هذا يكفي. وشارك في التجمع الذي نظمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي نحو 10,000 شخص، وتحدث العديد من مسلمي الروهينجيا عن القتل وإحراق القرى والتعذيب الذي يمارس ضدهم، وطالبوا المجتمع الدولي بحمايتهم وإيقاف المجازر التي ترتكب بحقهم، واعتبروا أن تسوية هذه المشكلة يحتاج إلى الضغط على ميانمار من قبل رابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها من المنظمات الدولية. نحن نطالب المجتمع الدولي وخاصة منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالتدخل مباشرة في قضايا الروهينجا، وإلا لن تكون هناك وسيلة أخرى، لأن ما يحدث هو تطهير عرقي. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجيا في مخيمات بولاية راخين بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، وتصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم.